السلام عليكم، اهلا بكم في شادو ميديا. معكم كريم طارق وحلقه جديده هنتكلم فيها عن الفيلم المصري الصندوق الاسود. بس قبل ما ندخل في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، ويا ريت تعمل لايك للحلقه عشان ده فعلا بيساعد. ولو عندك اي سؤال بخصوص اي حاجه سواء مسلسل او فيلم اجنبي مصري تركي اي جنسيه، يا ريت تخش على المنتدى هتلاقي في بوست الاسئله، عامل ان شاء الله البوست ده هسيبه لحد يوم الاحد للرد على اسئلتكم عن اي حاجه، ترشيح فيلم ترشيح مسلسل ايا كان سؤالكم هجاوب عنه ان شاء الله في حلقه هتنزل يوم الاحد الساعه 8 بالليل. ويلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. ففيلم الصندوق الاسود هو فيلم مصري بطوله منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر. طبعا انا عارف ان الحلقه دي متاخره شويه لان للاسف ما كنتش رحت اتفرجت على الفيلم في السينما بسبب ظروف كورونا وكده، وشفته اول ما نزل على المواقع بقى اتش دي وكده، ولكن الفيلم عجبني جدا. فهو من نوع جديد على الدراما المصريه. هو القصه انا واثق 100% ان انا شفت القصه دي في فيلم اجنبي او في حلقه من حلقات مسلسل اجنبي، ممكن يكون زي ايا كان، المهم انا واثق ان القصه دي موجوده وشفتها، ولكن انها جديده، القصه ذات نفسها جديده على الدراما المصريه ما شفتهاش، ودي حاجه كويسه جدا. ففي الفتره الاخيره بدات الدراما المصريه تتطور بشكل كبير ويدخل فيها حاجات مميزه جدا وحاجات مختلفه ما شفناهاش قبل كده، وتخرج عن الروتين المصري المعروف اللي ماشي عليه من زمان تقريبا على مدار 30 سنة، نفس الأفلام نفس الأفكار نفس كل حاجة، مفيش تجديد مفيش مواكبة للعصر مفيش حاجة للتطور. طبعا كنا شفنا في رمضان اللي فات مسلسل النهاية وحاجة يعني عن المستقبل بقى وجو التكنولوجيا وما شفناش قبل كده، وبرضه شفنا أول فيلم مصاص دماء خط دم اللي يعني تواجه بكمية انتقادات كبيرة جدا، وأنا كنت ضد الانتقادات دي وعجبني الفيلم جدا، وقلت ان هو مش احسن حاجة ولكن كبداية للمجال ده كويس جدا وبداية حلوة، فليه احنا نحبطها وليه ما نشجعهاش؟ وصلنا اول عمل كده، لما يبقى في اعمال تانية هنبقى بقى نقارنه بقى وندي حكمين عليه. والحلقة دي انا عملتها هتطلع عن فيلم خط دم، هتطلع لك في الاي فوق، لو انت ما شفتهاش يا ريت تشوفها وتقول لي رايك فيها في الكومنتات. نرجع لفيلمنا النهارده. طبعا فيلمنا بطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر. يعني لو هنتكلم عن اداء تمثيلي فيعني بصراحة مش هينفع نتكلم اصلا عن اداء تمثيلي، فاحنا معانا ثلاث ممثلين من احسن الممثلين الموجودين على الساحه دلوقتي. منى زكي مبدعه باقصى الحدود، محمد فراج يعني حاجه فظيعه كده، جميع ادواره بصراحه تحفه. فانا شايف ان الاثنين دول بعيد عن المقارنات، ولكن اللي ابهرني جدا وكنت منبهر بادائه وهو مصطفى خاطر. يعني ما توقعتش ان مصطفى خاطر عنده كل الامكانيات التمثيليه دي، فبصراحه يعني بعيدا عن ان هو اصلا مصطفى خاطر متقدم لنا كانه ممثل كوميدي، ولكن بيمثل كل حاجه يا جماعه رهيب، اداؤه مقنع جدا. فبعيدا عن اصلا ان هو بيمثل مع منى زكي ومحمد فراج اللي هم ادائهم عالي، يعني مش هقول عليه حاجه ان هم اصلا زي ما قلت كده ادائهم عالي اصلا، فانا يعني مش دايما بنشوفهم بنبقى واثقين ان هم يأدوا احلى اداء وان انت هتستمتع بادائهم. يعني عشان كده بقول ان المفاجاه في مصطفى خاطر، لان هو زي ما قلت يعني نجم صاعد، غير ان هو صاعد كوجه كوميدي، فان هو يبهرنا بادائه في حاجه زي دي وكان اداؤه صادق جدا، انا عجبني جدا ومبهور جدا بصراحه. ويعني يعني بتوقع ان هو يبقى ليه اعمال قويه واعمال كبيره جدا. فعلى ناحيه الاداء التمثيلي كان بصراحه عالي من جميع الاطراف، الاخراج كان كويس جدا ومقبول، ولكن قلشت منه جدا في اختيار الموسيقى التصويريه. فالموسيقى التصويريه كانت اسوأ حاجه في الفيلم، بتخرجني من المود كده. يعني مثلا المفروض ان الفيلم بيبقى يعني بياخدنا المشهد بياخدنا في حته اتجاه اللي احنا المفروض نبقى مرعوبين وخايفين على خوف البطل اللي هي منى زكي، لما كانت يعني مثلا هي دلوقتي بتواجه خطر فخايفه جدا، المفروض انها تدخلنا في مود الخوف ده، تحسسنا ان احنا خايفين معاها. كمان الموسيقى التصويريه طبعا ده من اهم دورها، لا بتسحبك وبتشدك في المشهد، ولكن كانت الموسيقى التصويريه بتفصلني جدا في المشهد، فمشاهد كثيره جدا فلم يوفقوا في اختيار الموسيقى التصويريه. زي ما قلت القصه انا حاسس ان يعني القصه مهروسه، وانا حاسس انها شفتها في فيلم اجنبي ولكن مش متذكر الاسم للاسف، ولكن يعني اذا كبدايه في الدراما المصريه حاجه كويسه جدا وعجبتني جدا. بس انا حسيت ان هم يعني خدوا تمطيط شويه، مطوا شويه في بدايه القصه فما دخلوش على طول، حسيت ان في مقدمات كتيره. مثلا يعني اول مثلا ربع ثلث ساعه كان المفروض تختصروا جدا،
الفيلم عموما اصلا ساعة وتلت، فانا كان من رأيي ان هو الفيلم ده كان ممكن يتلم في ساعة، او يعني يعملوه ساعة واحدة كده كان يبقى زي الفل خالص يعني، او يحطوه ضمن مسلسل كمثلا زي مسلسل اللي هو نازل اللي هو نمرة 2 اللي هو بينزل عن حالات المشاكل الزواج والجو ده. اه هو مش نفس المود وكده، لكن المهم ان هو كان ممكن يتلم في اقل من كده، ولكن برضه ما اقدرش اقول عليه ده عيب. لا هو الفيلم كان كويس، ولكن كان ممكن يبقى افضل لو كان لموه في ساعة وضغطوا الاحداث شوية، وخصوصا ان هو من النوع اللي هو الفيلم اللي هو يعني ايه، هم 3 ابطال في بيت واحد بس، معتمد على ده بس، ان هو يخليك مركز على الابطال دول بس. وطبعا مع اكتشاف سر الغموض ان منى زكي بتكتشف بقى ان جوزها يعني الصندوق الاسود ده هو جوزها عبارة عن مجموعة كبيرة من الاسرار، فهو فده يعني واه خد وقت في التوضيح، ولكن عجبني التوضيح بتاعه، عجبني التسلسل الدرامي بتاعه. فاللي هو يعني انا بنتفاجئ كده، اه الخطه مهروسه ان هي واحده محبوسه والناس حراميه خاطفينها وهي بتحاول النجاه، دي اه دي معروفه، ولكن المغزى من القصه اصلا اللي هو حته ان هو الصندوق الاسود اللي هو جوزها هو ذات نفسه الصندوق الاسود اللي ما تعرفش جوزها، وكميه الخيانه اللي خانها لها، غير ان هو قواضي فساد كتيره، وانها بتكتشف ده بالتدريج، عجبني جدا. والسرد الدرامي بتاعه فبصراحه الفيلم كويس جدا كبداية ان احنا ندخل الانواع دي وانواع يعني الرعب والغموض الكويس ده في الدراما المصرية، حلو والفيلم مقبول. ولكن الفيلم يعني انا شايف زي ما قلت ان هو كان ممكن يتمط في ساعة كان يبقى يعني خرافة عن كده، ولكن كبداية حلو جدا والفيلم ممتاز، استمتعت بيه بصراحة، ما ندمتش ان انا اتفرجت عليه، ما حسيتش ان انا ضيعت وقت في الفاضي. فالفيلم كويس جدا، ويعني في انتظار الاعمال الجايه وتبقى الافلام بنفس المستوى ده. بس وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ويا ريت تقول لي رايك في الفيلم ايه في الكومنتات، ويا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. وزي ما بكررها تاني لو عندك اي سؤال في اي حاجه متعلقه بالافلام والمسلسلات اي حاجه ايا كانت، في بوست في المنتدى هتلاقي موجود الرد على اسئلتكم، يا ريت تسيب لي سؤالك هناك في كومنت وان شاء الله هجاوب عنه يوم الاحد الساعه 8 باذن الله، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.